للحديث مشاهدينا الكرام عن التحذيرات من مغبة استمرار الازدياد الجنوني لأسعار السلع الضرورية ولا سيما الخبز وتوقعات بثورة وانفجار شعبي، معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. مرحبا بك أستاذ حسين. إذا مناطق الوسط والجنوب الآن تعيش حالة من الغليان والاحتقان، ما المسوغ لهذا الازدياد غير المسبوق ربما بالسلع الضرورية لا سيما رغيف الخبز، وأين هو الدعم الذي تتحدث عنه قوى العملية السياسية؟ يسعد مساكم مساء مشاهديك الكرام. أهلا بك. يعني هذا الموضوع قبل أزمة الغذاء العالمية وقبل أحداث أوكرانيا، يعني كان في العراق الحقيقة مشكلة الدعم رغيف الخبز. رغيف الخبز اليوم والحنطة أو المخابز يعني أسعارها ارتفعت حتى قبل ما ترتفع الأسعار العالمية. اليوم مع الأسعار العالمية زاد الارتفاع، وبالتالي سيتحمل الكل في المواطن يعني ذو الدخل المحدود والمواطن اللي يعني يعيش على الكفاف. المشكلة كمان في السوق العالمي اليوم، قد تمتلك الفلوس لكنك لا تستطيع الوصول إلى الحنطة. يعني الأزمة ليست في السوق العالمي فقط، يعني في أن هناك مشكلات في عملية سلسلة يعني التوريد بالمواد الغذائية، والموضوع لا يقف عند الحنطة، يقف عند الزيوت، يقف عند أشياء كثيرة يعني. صحيح. ولما ترتفع الطاقة أيضا ستزداد كلف كل الإنتاج، يعني ستزداد كلف الإنتاج مش بس في الخبز، كلف كلها ستختلف. اليوم الحكومة ليس لديها برنامج ليس لديها برنامج لحماية المستهلك. نعم. لا في تسعيرة للمواد الغذائية، ولا حد ملتزم بموضوع الخبز، ولا حد ملتزم بوزن الخبز. وأنا أشك أنه إذا استمرت الأزمة في أوكرانيا أنه العراق يستطيع أن يحصل على الحنطة. يعني سيما وأنه موسم الحنطة هذا العام في العراق من أسوأ ما يكون. يعني المنطقة إنتاج الحنطة في الموصل تعرضت إلى خلخلة بسبب المناخ، وأغلب المناطق التي كان يعتمد عليها للحنطة في العراق اليوم تعاني شحة وتعاني يعني أزمة إنتاج في أغلب الأحيان، لأنه الأمطار تأخرت وبالتالي أغلب المزارعين لحقت فيهم أضرار كبيرة. العراق مقدم على كارثة خلال الأشهر القادمة في هذا الموضوع. نعم. يعني فوق كل الكوارث ستكون هناك كارثة الأكل، يعني الطعام للفقراء. نعم. ولذوي الدخل المحدود. يعني عندما يكون بلد كالعراق بهذا الحجم ولديه نهران وهو بلد زراعي كان في الأساس، إلى أي مدى يعني أن الفساد قد تمكن من كل مفاصل الدولة في البلاد؟ يعني أنا بدي أجيب لك مثل صغير على الفساد الموجود، يعني اللي هو الفساد السياسي. بالمناسبة هو أس كل الفساد الآخر، كل الفساد يرتكن على يعني يقوم على الفساد السياسي. فإذا فسد البلد سياسيا يعني كل المجالات الأخرى ستتعرض إلى الفساد والكوربشن. هذا في قناة عراقية على ما أذكر هي قناة الرشيد أجرت حوار مع السفير التركي في بغداد. نعم. والمقدم البرنامج يعني يعتب على الأتراك أنهم حجزوا المياه. أدلس يعني السفير التركي بتصريح قال الحكومة العراقية طلبت منا ذلك. يعني ولم يجب أحد في العراق، لا مسؤول صغير ولا مسؤول كبير، لا في الخارجية ولا في الزراعة ولا في أي قطاع من القطاعات، على السفير في بغداد. يعني هناك يعني تدمير ممنهج ومقصود من السلطات الممسكة في بغداد. والأحزاب تتنافس فيما بينها وغير معنية، لا بتنمية العراق ولا معنية بتنمية الناس ولا بتنمية الاجتماعية. هم معنيون فقط أن يحققوا مصالح الآخرين ويسرقوا. يعني الآن هذا في هنا المشكلة. يعني نعم أستاذ حسين، في آخر إحصائية يعني أكثر من 11 مليون عراقي لا يملكون مصدرا حقيقيا وثابتا للدخل، يعني أدنى دخل يمكنه العيش به المواطن. هذا يعني تقريبا لنقل ربع أو أكثر حتى من ربع الشعب العراقي. هذا فضلا عن هناك يعني أمور تراها ممنهجة، يعني مثلا إحراق المحاصيل في كل سنة،
ألا يؤشر كل ذلك إلى أن يكون ما يجري يكون ممنهجا وليس محض صدفة لهذه الحال الذي يمر به العراق من يعاني في الزراعة، في المياه، في توفير أدنى متطلبات العيش من مواد زراعية؟ أخي الكريم، يعني إحنا بالعراق لو يعني كلمة لو تفتح باب عمل الشيطان، يعني سنعتمد على كلمة لو دائما. اليوم ليس لدينا في العراق لا مشروع ولا دولة ولا خطة ولا رؤية. يعني أنت لما تكون في بلد ما عنده رؤية لا على مستوى العلاقات الدولية ولا على مستوى التنمية في الداخل، فكل ما خلا ذلك يعني أكيد سيكون كارثي. أنت تتحدث عن نهرين في العراق، النهرين اللي في العراق تحتاج اليوم يعني بالرغم من قلة كميات المي الموجودة، يعني سواء المتدفقة من تركيا أو من إيران، أغلب المياه اليوم يمكن دجلة والفرات ما بيصير فيهم أكثر من 20% من المي اللي كانت تجري فيهم قبل مثلا 3 عقود أو 4 عقود من الزمن. التدمير الممنهج مسؤول عنه الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي من كانت هي أول من يعني دخولها للعراق راحت لوزارة الزراعة وتذكر مشاكل وزارة الزراعة. هم دمروا جينات البذور، هم دمروا بنك البذور، هم دمروا كل شيء. وبالتالي هؤلاء الرعاة اليوم اللي في بغداد ممسكين بالسلطة يعني ينفذون المشروع الأمريكي بمنتهى الأمانة والصدق بغضائهم وجشعهم وسرقاتهم. إذن شكرا جزيلا لك، كان معنا من عمان كاتب والباحث السياسي سيد حسين العليان، شكرا لك.